بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من الحج المبرور. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس جديد من دروس الحج. هذا الدرس سيجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ صالح، نود أن تتحدثوا في هذا الدرس عن يوم التروية، وهو يوم من أيام الله في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة قبل عرفة بيوم. سمي يوم التروية لأن الناس يخرجون من مكة إلى منى ثم إلى عرفات، ثم يرجعون إلى مزدلفة ثم إلى منى ليكملوا مناسكهم في هذه الأيام المباركات. فهذا يوم التروية، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء، لأنه لم يكن في المشاعر في الأزمنة الماضية لم يكن فيها ماء، فكانوا يحملون معهم الماء من مكة أو من ما حولها، يحملونه معهم. أما الآن والحمد لله بتوفيق الله سبحانه ثم بجهود هذه الحكومة المباركة السعودية وفرت لهم المياه على الطريق وفي المشاعر، ولا تحتاجون إلى كلفة في تحصيلها، فهذا من فضل الله عز وجل ومن تيسير الله للحجاج ومن أعمال هذه الدولة المباركة الجليلة التي وفرت لهم المياه، فلا يحتاجون إلى حملها وطلبها والمزاحمة عليها. نعم. ما الأعمال المشروعة يا فضيلة الشيخ في يوم التروية؟ الأعمال المشروعة في يوم التروية أن الحجاج يحرمون بالحج، يحرمون بالحج من كان أدى العمرة عند قدومه وتحلل منها، فإنه يحرم في اليوم الثامن بالحج. وأما من كان باقيا على إحرامه، من كان باقيا على إحرامه من الميقات، فإنه يخرج إلى منى في اليوم الثامن بإحرامه، ويجتمعون في منى في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، ويبيتون فيه ليلتهم، ليلة التاسع، يبيتون ليلة التاسع في منى، ثم يتوجهون في صبيحة اليوم التاسع من منى إلى عرفة للوقوف بعرفة. نعم. شيخ، هل هناك ذكر مشروع في هذا اليوم، يوم التروية، أو قراءة للقرآن؟ شعار المحرم هو التلبية، يكثر من التلبية، وكذلك لا يقرأ القرآن أو يشتغل بذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير، كله ذكر لله، تلاوة القرآن العظيم، غير ذلك من الأذكار. نعم. شكر الله لكم شيخ صالح وبارك فيكم على ما بينتم في هذا الدرس من دروس الحج المبرور. جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وبارك في علمكم. وهذا زميلي مهندس الصوت عبد الله المقواش يبلغكم التحية، وسجل هذا اللقاء من مكتبة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.